السلام عليكم اخوتي حبابي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الان حنا كنتواجدوا في شرعه اقليم مدينه بركان. حنا كنتواجدوا هنايا في شرعه احدى البراجات ديال تطهير السائل، يعني الواد الحار. هذو هما البراجات اللي غادي نشوفوهم الان اللي كيعاودوا التنقيه ديال المياه القديمه. ها هو تمشي تبارك الله الخير ديال مولانا فيما مشيت تلقاه، هادشي راه يخرف دركي. هادو هما البراجات راهم يديرو منا إعادة تطهير السائل ديال واد الحر في هاد البراجات. تبارك الله عليكم الخوت، بارطاجيو الفيديو واشتركوا في القناة باش ان شاء الله دائما يوصلكم الجديد. كما كتشوفوا الدعوة مشمشة تبارك الله، الله يرحمنا الله يرحمنا بالشتا خوتي. احنا كنتواجدوا الان في الطريق الرابطه ما بين اكليم شرعه بركان، وكذلك منا كاب دولو بركان. وهذه هي الخوت، هذا هو كاين البراجات هنايا للتطهير السائل العادم واد الحار اللي كيعاودوا له هنا التنقيه ديالو باش يكون يعاودوا له الاستعمال، في ماشي في الشرب ولكن في السقي، يعاودوا يسقيو به الشجر وداك الشيء باش ما يمشيش غير هكذاك، كيعاودوا ينقيوه باش يوليو يسقيو به الشجر والاخر. هذا هو هذو هما البسانات اللي دايرين، راهم دايرين بزاف ديال البسانات هنايا، راهم دايرين بزاف، مغاديش نقدر نحسبهم. عندك اسيدي 1 2 3 4 5 6 7، المهم كنظن انها 7 ولا 8 ولا 10. واحد الريحه هنايا لا حول ولا قوه الا بالله، يحسن العوان الناس راهم ساكنين هنا في هذه المنطقه هذه. واحد الريحه زعما كضر بزاف. حنايا في بركان ما كتوصلناش هذه الريحه، ولكن الناس اللي راهم ساكنين هنايا بصراحة راهم كيعانيو، ولا شك انهم كيعانيو بهذه الريحة هذه. كما كتشوفوا واحد الشيء اللي رهيب. ايوا تحياتي لكم اخوتي، هذا هو الفيديو ديالنا اليوم، كان مباشرة معكم من شرعة حدا في كيصفيو المياه العديمة. شرعة معروفة، شرعة بالفواكه ديالها والخضر والحواميض، خصوصا البرتقال ذو جودة نوعية زوينة بزاف. كما كتشوفوا هذا هو البسان، راهم دايرين ليه الشباك باش ما يوقعش شي خطر ولا على المارة، باش الناس ما يقدروش يقربوا لذاك المكان هذاك، حيت مكان هذاك بروجي مشروع ديال تصفية المياه العادمة. وبقى فيا بزاف انايا غير واحد الحاجة اخوتي، واحد الحاجة اللي بقات فيا بزاف وهي الهندية اللي كانت كتواجد هنايا، كانوا يترزقوا بها الله الاخوان. هيا مشات تحرقت اخوتي، والله الا تحرقت ما عرفناش هادشي واش من عند الله ولا من عند العبد. الا كانت من عند الله الحمد لله، الحمد لله على هادشي هذا، ولا كانت من عند العبد ربي ياخذ الحق في كل واحد اللي غصب وكان سبب في هاد الكارثه هذه. لحقاش كنسمعوا بزاف ديال الهضرات، كنسمعوا بزاف ديال الروايات، غادي يقننوها غادي يردوها بحال لافوكا، غادي تولي تصدر، غادي تولي تزرعوها. واصلا راهم يزرعوها هنا في المنطقه ديال الشرق نواحي بركان، راهم يزرعوها هنايا، كيزرعوها باش يباليوها كالكاس، باش تولي حتى هي تولي يعني بواحد تقنين، باش تاهي تولي زعما كتقنن، باش تولي تاهي تبالا وتولي تاهي يشاو لها الدواء ويزرعوها ويخصصوا لها اراضي هكتارات باش يزرعوها، وكذلك مجموعه من الحويجات اللي كنسمعوها. وهنا في المنطقه ديال بوشاقر راهم كيزرعوا هاد النبته ديال الهنديه، راهم ولاو كيزرعوا هاد الهنديه هادي من واحد 4 سنين ولا 5 سنين ولا ما عرفناش المده الزمنيه. غادي تولي تشريها انت بحال لافوكا، تبقى تقول له دير لي منايا نص كيلو لافوكا ودير لي منا حبه هنديه، تبقى منك ب 50 درهم ولا 60 درهم ولا ما تقدرش تعرف. في اوروبا راه كدير 2 اورو 3 اورو حتى 4 اورو، غادي تولي الهنديه تعرف تبقى تصور معاه. الدنيا سبحان الله مبدل الاحوال، كن فيكون هكذا، تكون الفوق تولي لتحت، تكون فيك ورمشة عين تولي لتحت
خطر واحد ربي يقول كون فيكون تولي انت هو الطب ديال. الحمد لله على كل حال، هذا هو الجو ديالنا ديال اليوم، هذه هي الجوله ديالنا ديال اليوم هنايا مباشره معكم من شرعه مدينه بركان احدى البسانات، احدى المشروع الجديد اللي كيصفي المياه العادمه. المياه العادمه واحد الريحه كما قلت لكم اخوتي هنايا، لا اله الا الله محمد رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما عرفناش هذا المشروع هذا بالضبط كان خصو يدار بعيد على المدينه وبعيد على السكان، فواحد المنطقه اللي زعما بعيده، فهمتوني؟ وكذلك هنايا قريب للسكان وقريب للمدينه، كنظن انه مشروع ما كنعرفش انا هاد الاختصاص هذا، ولكن لكن نشوفوا نحس يلا موطو، لكن نشوفوا المسائل كي دايره. تحياتي لكم خوتي وشكرا على التتبع ديالكم في هذا الفيديو الجديد، وتحياتي لكم خوتي، كان معكم قنوري عبد اللطيف في فيديو جديد، وتحياتي لكم وشكرا.